كيف بنفكر لحتى نعرف الصح من الغلط؟ إذا بالراديو بالسيارة بنسمع دايما نفس الموجة، نفس الشيء بالتلفزيون بالبيت، في ناس سياسيين ما فينا نشوفهم ولا نسمع صوتهم. إذا في توك شو سياسي بنفتش بس على اللي بريحونا، وإذا في خطاب سياسي أو بدنا نقرأ جريدة نفس الشيء. إذا كل يوم بناكل نفس الأكلة كيف بتصير صحتنا؟ إذا صبغنا حياتنا بلون واحد وسكننا فيه ونسينا كل ألوان الحياة الحلوة وصرنا مش مستعدين حتى نلتفت لنشوف شو في بهالحياة ألوان، إذا سمعنا حدا عم بيحكي بشكل مختلف عنا منحسه عدونا، مش مستعدين حتى نسمعه إذا معه حق لأنه نحنا معنا كل الحق ودايما. هيدا ما بيشبه طريقة تفكير هالدول العربية وغير العربية يلي مننتقدها ومنقول أنظمتها ما منخلي وصف إلا منحطه عليها. هيدا ما بيعني إنه نحنا عملنا من حياتنا نظام خاص صغير بيشبههم. المختلف معك ممنوع يحكي، ما بدك تسمعه. يعني السلطة إذا كانت عندك رح تعمل أكتر من هيك. إذا عندك بيت مش رح تأجريه، وإذا كنت مدير شركة مش رح توظفه، وإذا كنت مسؤول شي جهاز أمني رح تحبسه. شو بتفرق عنهم؟ عندك مبادئ وأفكار ما بدك تتخلى عنها بالانتخابات، ما تتخلى عنها، بس جرب ناس جديد. إذا جربنا عدة مرات نفس الأشخاص ونحن مش بعدنا محلنا، نحن عم نرجع، طيب ما بنجرب ناس جديد يوصلونا لنفس المبادئ والأفكار بس يكون معهم أمل أكتر؟ ليش لوائح التيار المدني هن أفضل من لوائح السلطة؟ لأنه مهما إجا ناس سيئين من التيار المدني مش لح يكونوا أسوأ من اللي موجودين، لأنه بلوائح التيار المدني في كل الألوان، في ألوان الحياة كلها. بلوائح السلطة صحيح في ألوان طائفية بس في عندهم لون أقوى من كل الألوان، هو لون مصالحهم، لون مناصبهم يلي بتحميهم، المرجعياتهم اللي بتحميهم اللي ما فينا نحاسبهم. بالتيار المدني الناس بيشبهونا، ناس عانوا مثلنا وجايين يغيروا وحابين يغيروا وفينا نحاسبهم. دليل على اللي عم بقوله انه بلوائح السلطة بيستميتوا المرشحين ليغدوا محلات بعضهم، وعم نسمعهم من هلأ شو عم بيعملوا ببعضهم وشو عم بيقولوا عن بعض. اما بغالبية لوائح التيار المدني كل واحد بحب يربح وبيحاول هو يوصل، بس اذا هو ما وصل ووصل زميله ما بيزعل وبيعتبر وصل لحتى يحقق له افكاره، لانه هن عندهم مشروع واحد هو البلد.